كي راكم ملاح. الوغ شكون فينا اللي ما يحبش يكون عنده مصروف زايد ولا تكون مريح في الدار والدراهم يدخلوا لك؟ اذا انت ولا انتي كانت عندك موهبه باغ اكزومبل راك جرافيك ديزاينر ولا تحب التصوير ولا تعرف لغات، علاش ما تطورش الموهبه هذه ولا تستغل الموهبه هذه وتدخل بها دراهم؟ اليوم جبتكم سبع مواقع للعمل الحر، صديق انت راك في دارك تخدم بالسعر اللي حابو انت في الوقت اللي يساعدك انت وبلي كونديسيون اللي يساعدوك انت. في مجال العمل الحر كاين بزاف المواقع وجبت لكم اشهر المواقع اللي معروفين في السوق تاعنا. كاين مواقع وين انت ولا انتي تحطوا الخدمه تاعكم وارباب العمل هما اللي يحوسوا عليكم، صديق يحوسوا على الخدمه اللي ديروها، وكاين مواقع وإن أرباب العمل هما يحطوا نوع الخدمة ولا عرض العمل اللي حابين اللي حابينه إنه يخدموه، وانت ولا انتي تحوسوا على الخدمة هذه ولا تحوسوا على عرض العمل هذا، وإذا كانوا لي كونديسيون يساعدوكم تخدموا الخدمة هذه. اول موقع راح نحكي عليه هو موقع فايفر. موقع هذا بزاف هايل، هو من المواقع اللي انت تحط الخدمه تاعك وارباب العمل يحوسوا على عرض العمل تاعك. الخدمه اللي توفرها في الموقع هذا فايفر اسمها جيك. الجيك هذا تحط فيه كل المعلومات اللي تخص عرض العمل تاعك من حيث عدد الساعات ولا السعر اللي طالبه انت ولا الايام اللي تقدر تخدم الخدمه هذه وتسلمها للزبون. في فايفر تقدر تحط بليزيور جيج مع بعضهم، ستادير تخدم شحال من خدمه او ميم طون. باغ اكزومبل جيج وين تكتب مقال باللغه الانجليزيه، ولا جيج تصمم لوغو، وجيج دير فوتوغرافي، وجيج ترجم فيه لي دوكيومون اكسيتيرا. عدد لا متناهي من لي جيج على حساب المؤهلات اللي عندك انت وعلى حساب واش تعرف دير انت. ملاحظه، موقع فايفر يدعم باي بال ولي كارت بانكير كيما كارت فيزا، ماستر كارد، اي نوع من لي كارت بانكير. ثاني موقع اللي راح نحكي عليه هو موقع ابورك. الموقع هذا ابورك كان قبل 2015 معروف باسم اوداسك. بعد اوداسك هذا دا شراكة مع شركة خلاف اسمها إيلانس. بعد الشراكة هذه ولا اسم الموقع أبورك. الموقع هذا أبورك هو من المواقع اللي أرباب العمل ولا أصحاب المشاريع يحطوا عرض العمل تاعهم ولا الخدمة اللي حابين تستخدم، وانت تحوس على الخدمة اللي تساعدك. كاين ملايين عروض العمل وملايين لي بوست، انت تحوس على البوست اللي يساعدك، تقرا بيان سور تقرا الديسكريبسيون تاع عرض العمل هذا، واذا كان يساعدك والشروط تساعدك تقدم للعرض العمل. الدفع في موقع ابورك يكون سواء باغ اور ولا كي تخلص الخدمه تاعك كامل يخلصوك ضربه واحده. وحاجه اساسيه، اذا كان البروفيل تاعك بروفيسيونيل وعرفت واش تحط فيها اكزاكت كوم انفورماسيون، يقدروا اصحاب المشاريع هما اللي يحوسوا على البروفيل تاعك، هما اللي يدخلوا البروفيل تاعك، ماشي حتى انت تحوس على الخدمه ويكونتاكتيوك باش دير لهم الخدمه اللي حابين يديروها. انت واش طارتك؟ ثالث موقع هو freelancer.com. الموقع هذا كيما الموقع Upwork، اصحاب المشاريع هما اللي يحطوا المشروع تاعهم لعرض العمل تاعهم، وانت تحوس على عروض العمل اللي ساعدوك بياتو، لكن بشرط انه تتقن الخدمه هذيك ولا بيان تتقن المهاره هذيك، ماشي بوستولي برك باسكو حاب تسلك ولا حاب تدخل دراهم. باسكو عندهم ان سيستيم، كي تبوستولي الخدمه هذيك يديروا لك مقابله ويسقسيوك وكابابل مام تمد لهم براهين على واش خدمت من قبل باش من بعد يخيروك تخدم لهم الخدمه هذيك. دونك الا كنت راح تبوستولي برك باش دخل الدراهم، دونك سي با لابان، لازم تكون عندك شويه خبره في المجال هذا. في الموقع فريلانسر تقدر تلقى اي خدمه تخطر على بالك سواء صغيره ولا كبيره.
رابع موقع هو موقع people per hour. الموقع هذا مزيج ما بين Upwork و Fiverr، ستادير يوفر الميزتين، يمنح الفرصة لأصحاب المشاريع أنه يحطوا عروض العمل تاعهم، يحطوا المشاريع تاعهم باش أنت تحوس على عرض العمل، ولا يعطيوك الفرصة ليك باش تحط المهارة اللي تتقنها والعمل اللي ديرو، وأصحاب المشاريع هما اللي يحوسوا عليك، بالإضافة إلى أنه يعطيك الفرصة باش تسوق الخبرة تاعك ولا المهارات تاعك. خامس موقع هو موقع تصميم مي. الموقع هذا هو موقع عربي مخصص غير للمصممين. إذا كنت جرافيك ديزاينر ولا تعرف فوتوشوب إليستريتور ولا مهندس تعرف الهندسة المعمارية الأرشيتكتور، وإذا كنت تعرف تصمم ديجا من قبل ولا مصمم الويب، في الموقع هذا تقدر تنشر الأعمال اللي صممتها من قبل، وأصحاب المشاريع كي يدخلوا يشوفوا الأعمال تاعك وتعجبهم الأعمال تاعك يكونتاكتيوك باش تصمم لهم المشاريع اللي حابينهم هما. وفيه تاني وين أصحاب المشاريع يحطوا عروض العمل تاعهم وانت تخير الخدمة اللي تناسبك. سادس موقع هو موقع خمسات. موقع هذا عربي واسمه يعبر عليه، استاذ الخدمة فيه تبدأ من $5 وكأقل أدنى، وقادرة توصل حتى $200 فما أكثر. في موقع خمسات انت اللي تحط العمل تاعك ولا الخدمة اللي حاب تخدم. الخاصية اللي تميز موقع خمسات هو أنه عربي 100%، استاذ لي بوست اللي فيه ولا لي بوبليكاسيون اللي فيه يكونوا بالعربية 100%، ومام باش دير لا ديسكريبسيون تاع الخدمه تاعك ولا عرض العمل تاعك لازم يكون بالعربيه الفصحى. هذا الشيء اللي سهل بزاف الخدمه على العرب، سورتو اللي ما يعرفوش اللغه الانجليزيه. وبامكانك العمل في اي خدمه تساعدك، وباش تنشر الخدمه تاعك في موقع هذا خمسات، كي تكتب العرض العمل تاعك لازم حتى 24 ساعة باش يفيريفيو هما بالشيء اللي يناسب، ومن بعد يبعثوا لك سواء الموافقة وينشروا العمل تاعك، ولا سواء الرفض يبعثوا لك الايميل ويبعثوا لك فيه علاش رفضوا العمل تاعك. واخر موقع هو موقع فريهالي. الموقع هذا هو اول موقع جزائري 100% للعمل الحر، استاذ مخصص غير للجزائريين. الموقع هذا كان فكرة 3 جون نيجيريان حبوا يعاونوا ولاد وبنات بلادهم باش يبنيوا الحياة المهنية تاعهم ويعاونوا. العملة متداولة في الموقع هذا فريها لي هي بالدينار الجزائري. الموقع هذا يمنح الفرصة لأي واحد حب يخدم أنه يحط عرض العمل تاعه ولا يحط الخدمة اللي يقدمها بأقل مبلغ، هي 2500 دينار جزائري أي 250 ألف، وتختلف على حسب نوع الخدمة. ويمنح ثاني الفرصة لأصحاب المشاريع ولا أرباب العمل باش يحطوا عرض العمل تاعهم ولا المشروع تاعهم، ويخيروا شكون اللي يخدم لهم الخدمه هذه على حسب المواصفات اللي هما يدومونديو. الحاجه اللي تخلي الموقع هذا سهل بزاف على الجزائريين هي طريقه الدفع تاعو. طريقه الدفع في موقع فريهالي تكون عبر سي سي بي، تسمى اللي ما عندوش كارت فيزا ولا اللي ما قدرش يحل ان كونت بانكير ما كان حتى مشكل، يقدر يسلك بار سي سي بي. يسوفي يكون عنده غير ان كونت سي سي بي. كونت سي سي بي جو بونس كو كامل الجزائريين عندهم. الدفع يكون لما صاحب المشروع كي يلقى الشخص اللي يخدم له الخدمه تاعو يفيرسي في لو كونت تاع فريهالي السعر اللي طالبه الموظف ولا الزبون، ومن بعد ما ياكد وصل الدفع تاعو تم وين الموقع فريهالي يدفع الفريلانسر باش يبدا الخدمه تاعو من بعد. كانوا هذو هما اشهر المواقع تاع العمل الحر فريلانس واللي معروفين بزاف. النقطه المشتركه بين المواقع هذو كامل هي طريقه الدفع، تكون سواء عبر الباي بال ولا سواء باغ كارت بانكير، كارت فيزا ولا ماستر كارد. يعني لا بلوبار تاع لي سيت هادو يكونوا يقبلوا زوج طرق الدفع هادو. نقطه ثاني المشتركه اللي اغلب المواقع عندهم هو انهم يديو 20% من السعر ولا 20% من الدفع
اللي يدفعوا لك اصحاب المشاريع. ساجير باغ اكزومبل، اذا انت خدمت خدمه ب 5 دولار، الموقع يدي 1 دولار ويمدلك 4 دولار. ولا اذا كنت خدمت خدمه ب 100 دولار، يدي هو 20 دولار 20 دولار ويمدلك 80 دولار. وباش تخدم في المواقع هادو ما لازمش تكون عندك ليكسبيريونس بزاف، يسوفي تكون تعرف حاجه ولا باغ اكزومبل تعرف دو لونغ ولا تخوا لونغ، تقدر دير دي تراديكسيون ولا تعرف اي حاجه في الـ في الـ في البي سي تقدر تخدمها. اذا كنتوا حابين ندير لكم فيديو على انواع العمل ولا الخدمه اللي ما تحتاج بزاف ليكسبيريونس، جوست اكتبوا لي في لي كومونتير وندير لكم فيديو. كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر تكونوا استفدتوا منها. واذا عجبتكم ديروا لي جيم وبارطاجيوها مع اصحابكم باش هما ثاني يستفادوا. And don't forget to subscribe. So see you in the next video. Bye.